الوغ بروفيلو ستركتورا هو اول علاج في العالم ضد الشيخوخه من الطبقه الدهنيه. اليوم اختارونا كثالث بلد في العالم باش لونسيو هذه التقنيه. هذه الشيخوخه ماشي غير البشره ولكن حتى الدهون وحتى العضلات. هذا اول علاج في العالم غيدير الدعم وتقويم واعاده تشكيل الملامح ديالنا باش يبقى عندنا هذاك المظهر الشاب. غنعاودو نحيو الخلايا ديالنا باش نخليو الدور ديالهم ديال بشره 25 30 سنه بماده امنه. كندويو على لاسيد هيالورونيك اللي هو متطابق مع شنو كاين في البشره غير معدل، ويقدروا يديروا حتى الناس اللي عندهم الامراض المناعيه الذاتيه حيت ما عندوش دي كومبليكاسيون ولا دي زيفي سيكوندير. هاد المؤتمر هذا فيه شيرين اكسبيريانس حيت غادي يبادلوا التجارب والخبرات ما بين اطباء الخارج والاطباء ديال المغرب. وهذا بحد ذاته نجاح وصوره زوينه للاطباء المغاربه بانهم اجور وكيحاولوا يطوروا من التقنيات ديالهم باش يعطيونا دو بون ريزولتا بطريقه امنه. وكنصحوا المستفيدين ولا لي باسيون اللي باغيين يديروا هذا لو تريتمون هذا يمشيو عند اطباء مختصين باش يكون هذاك الشيء معقم ويعطينا واحد النتيجه اللي حنا كنقلبوا عليها. دكتور إيمان سحنون طبيبة تجميل في الدار البيضاء. اليوم عندنا واحد ليفينمون مهم جدا اللي هو كنهضروا عليه على واحد البرودوي جديد اللي دخل المغرب اللي هو اول برودوي اللي كيعاون اننا نليفتو نجبدوا الوجه بلا ما يكون ان افي دو فوليوم اللي هو بروفايلو ستركتورا. هو معروف عالميا ولكن في المغرب يلاه دخلته الشركه ديال ايبسا. دونك تنحقنوه واحد لاكوش غريسوز هو كيعاوننا اننا نجبدوا الوجه، يعني كنديروا ان ليفتينغ من المكان اللي فيه الشحمه معاوده القضيه. دونك هذا لو برودوي هذا ديال ستركتورا بروفايلو ستركتورا سي ان برودوي كي بيرمي دو ليفت كيجبد لنا الوجه من خلال لاكوش سوبرفيسيال غريسوز. هو الوحيد اللي كيعطينا هاد النتيجه هادي. كيعطينا واحد سكوبتين وكيعطينا واحد كونتورينغ ديال لو فيزاج وكيبقى لا باسيونت عندها واحد شكل طبيعي لا واحد ليفي ديال الفوليوم. عرفتي دابا ملي كنديرو لاسيد هيالورونيك بعض المرات ما كنحتاجوش اننا نعمروا الوجه، كتكون لا باسيونت عندها الفوليوم ديجا في وجهها ولكن كيكون عندها واحد ان غولاشمون اولا كتكون ضعافت وكيكون ترهل في الوجه ديالها. دونك هذا بروفايلو ستركتورا تعاوننا اننا نرجعوا الشكل التشبيبي ديال الوجه ديال لا باسيونت بلا ما يكون عندها واحد افي فوليوم اخر.